مرحبا، شلون الصحة؟ هل العراقيين الطيبين؟ دور حي الصحة ثانوية ابن سينا للبنات، انتو شنو بالضبط تردون؟ يعني قلت لهم تعالوا استلموا البطاقات الانتخابية من ثانوية ابن سينا للبنات في حي الصحة، بعدين ما انطيتهم، قلت لهم ورا الانتخابات. شنو هاي، فيلم هندي؟ شو ورا الانتخابات؟ شو سويت انتو؟ ديروا بالكم، ديروا بالكم، العراقي قلت لكم العراقي ذب الفلس بالدبس يقرا طره لو كتبه. فما تضحكون على العراقي عيب، عيب تضحكون على العراقي. ورا الانتخابات زين شو يسوي البطاقه الانتخابيه؟ ورا الانتخابات شو يسوي بيها؟ يعني يلعب بيها دومنا بلا زحمه مثلا؟ ما تجوز يلعب بيها دومنا. احددت الدوره زين حي الصحه ثانويه ابن سينا للبنات. شنو قصدكم؟ انه تعطوهم الورقه او البطاقه بعد الانتخابات. لعله شو كذا ينتخب لعد هو؟ فيلم هندي ده سوون؟ دو شنو؟ تصبحون على خير اهلي العراقيين.